السلام البنات، مرحبا بكم في القناه نتاعتي. نتمنى تكونوا على خير وبخير. كما عودتكم كنحاول نجيب لكم وصفات اللي سهله وفي نفس الوقت جديده وكنحتاجوها بزاف في الحياه اليوميه نتاعنا او لا في المناسبات اللي كتكون خاصه او لا علاقه بالوليدات. اليوم الفكره اللي جيت بها اليوم هي كيفاش غادي نديروا نصايبوا بلا صوص طوماط او لا مطيشه ديالنا ثلاثه نتاع الانواع نتاع الشلايض مغربيه. اللي غنحتاجوا لهاد الوصفه هذه غنحتاجوا مكور. انا اختاريت هذا كيجيو كوره حبات صغار، ممكن تستعملوا مكور كبير. احتاجيت كيلو ونص نتاع مطيشه، هنا شديتها نقيتها وقطعتها مربعات صغار، هانتوما ممكن تلاحظوا. انا كنفضل البنات هذه الطريقه احسن من انني نديرها محكوكه، حيت هكا كتجي ملبيه وكتعطي واحد المذاق زوين وحتى واحد القوام زوين. احتاجيت ثومه محكوكه، عندي زيت بلديه، معلقه كبيره نتاع مطيشه نتاع الحك حامضه، قزبر ومعدنوس مقطعين، فلفله دنجال، ايران نتاع التحميره، نص معلقه صغيره نتاع البزار، معلقه كبيره نتاع الملح، نص معلقه نتاع الكمون، ونص معلقه نتاع سكينجبير. دابا غادي دوزوا معايا باش تشوفوا الطريقه نتاع التحضير نتاع لي سالاد ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بها البنات اولا اللي كنعتبرها في الوصفه نتاع اليوم، المكون الاساسي في الوصفه ديالنا، نديرو مطيشه، نزيدو عليها الثومه. هنا البنات راني قطعت راس نتاع الثومه حكيتو، انا كتعجبني الثومه في شلايض، عاوتاني شوف كل واحد على حسب شنو كيفضل. غادي ندير معلقه كبيره هنا نتاع لاصوص طوماط، غادي ندير العطريه ديالي كامله، وخلاص من بعد حنا في المطبخ المغربي ديالنا كنبقاو نتذوقوا، يعني ما كتكونش حاجه ناقصه كنعاودوا نضيفوها. بركه وغادي نزيدو زيت العود، بركه غنخلط المكونات نتاعنا كيما هكا، وغادي نوضعوا الكاسرونة نتاعنا على النار باش طيب. حتى الحين نحسوا بلي هاد المطيشه هادي ديالنا طابت، ماشي غير هبطات، خاصه ضروري البنات هاد المطيشه هادي تطيب باش تعطي واحد المذاق زوين. شحال من مره يلا فين كتهبط مطيشه كنطلعوا عليها وكنستعملوها، لا خطا، خاصها تطيب مزيان حتى نحسوا بها طابت مزيان عاد نضيفوا عليها المكونات الاخرى. دابا غادي نحطها فوق النار وغادي ندوزو القوام ديالها من بعد ما طيب ونشوفوها كاتبين. انتظار ان المطيشه نتاعنا طيب، غادي نجيبو المكور ديالنا، الكورات الصغيرين ديالنا، ونحاولو نقطعوهم في كاسرونه على هاد الشكل، نقطعو معايا على جوج، لي ضروري خصهم يتغسلو ويستقطرو مزيان عاد باش نستخدموهم نخدمو بيهم. وهكا حتى نكملوهم كاملين. هنا بعد ما قطعنا المكور ديالنا ممكن نستعملو مكور كبير، انا بغيت حبيت ندير هاد الصغارين كيجيو تف المنظر تاعهم زوين. اللي متوفر عنده كان بها ما كانش ممكن انه يدير مكور كبير. هنا نقطعو حامضه على هاد الشكل، غادي نديروها معاها، غادي نديرو معاها نص معلقة صغيرة نتاع الملح، غادي نضيفو عليها الماء حتى تغطى، على هاد الشكل هنا، وغادي نديروها تسلق على النار حتى تنضج. كخطوة موالية من الوصفة نتاعنا نتاع اليوم، غادي نجيبو الدنجال لي غنمسحوه مزيان بعد ما غسلناه، غنحيدو لهاد الطريبيش ديالو هنا، ولي غنقيوه على هاد الشكل هذا،
غنقسموها على جوج حيت غنقطوه على شكل مربعات. انا البنات هنا حاجتي بدنجاله وحده، نتوما ممكن تضاعفوا الكميه على حسب الاحتياج ديالكم. المهم هنا غنقطعها على مربعات، على هذا الشكل هذا. فوالا، ومن بعد هاد المربعات هادو غنحاولو نقادوهم. من بعد كخطوة موالية هاد المربعات هادو وهاد الفلفلة هادي تا هي نحاول نمسحوها من الماء. وغادي نقومو بالقلي ديالهم، القلي ديال الفلفله والقلي ديال الدنجال. هانتوما البنات على النار، حنا كنواصلو التحريك نتاع بطاطا نتاع مطيشه ديالنا، وها هي ديال المكور ديالنا كيتفلق. هي ديال البنات الزيت نتاعنا من بعد ما سخنات غادي نوضعو عليها. هذا هو الدنجال ديالنا من بعد ما نضج، غنحيدوه من على النار. ونديرو يسقط من الزيت نتاعو، نشف منها الى حين استعمال ديالو. وغادي ندوزو نديرو الفلفله ديالنا تقله، وغادي نستناو حتى تنضر ونحيدو حتى هي من على الزيت. البنات ها هي دي مطيشه ديالنا من بعد ما طابت. نسيت ما قلت لكمش بلي راني زدت فيها مزود الحار، انا احتاجيت غير واحد اللي يحتاج كثر يديرو، اللي كيبغي الحار بزاف يدير الحار، وما انا درت واحد. هذه هي مطيشه ديالنا من بعد ما طابت مزيان، غادي ندوزو نوريكم كيفاش غادي نكملو التحضير نتاع الشلايض ديالنا. ها هما دايم الكيورات نتاعنا من بعد ما طابو، درناهم يتصفاو في هاد المصفاص حتى يستقطرو مزيان، ديك الساعة ساعة غادي نقدرو نستعملوهم في الوصفة ديالنا. دابا جينا المرحلة النهائية من الوصفة ديالنا، ها هي ديال الفلفلة ديالنا من بعد ما نقيناها وحيدنا لها الزريعة ديالها، قطعتها هكا طوالين، ممكن أنكم تقطعوها مربعات. دابا هادي مطيشه ديالنا اللي طيبنا غنوزعوها على ثلاثه، غادي نديرو جزء هنا الجزء الاول غادي نديروه هنا، وغادي نضيفو عليه الدنجال ديالنا، وغادي نوضعوه على النار يطيب. هادي كمرحله اولى دي الشلاضه ديال الدنجال، كنسميوه حنا الدنجال زعلوك. غادي نديرو هذا دابا على النار. الجزء الاخر غادي نجيبو كاسرونه نحطو فيها جزء من المطيشه ديالنا، نزيدو عليها الفلفله. ديك الساعات اللي بغا يزيد الثومه يزيدها، شافها مثلا ما كافياش وبغا يزيدها. اللي بغا يزيد الربيع بحال انا مثلا غادي نزيد شويه ديال الربيع هنا، غادي نديرها فوق النار دي تكمل طياب ديالها وتجانس مزيان. نزيد شويه ديال الزيت البلديه، ونوضعها على النار باش تحار مزيان. واللي تبقى لي من لاصوص طوماط غادي نزيد عليه المكور ديالنا من بعد ما صفيناه. اللي صفيناه غادي نقوم بالتقليب شويه باش ما يتهرسوليش، حتى هما غنزيد عليهم شويه تاع قزبر ومعدنوس
شويه ديال الربيع وشويه ديال الزيت البلديه، غادي نوضعها فوق النار باش تكمل الطياب ديالها وتقلى مزيان مع ديك المطيشه اللي زدنا لها. بعد الكاسونات نتاعي كيتشحروا على النار، ها هي دي السفله ديالنا حتى هي على النار، والدنجال ديالنا حتى هويا كيتشحر. ومن بعد غادي نوريكم في النهايه كيفاش غادي نحصلوا على هاد الشليضات ديالنا. بنات هادو هما الشلايض اللي قمنا بالتحضير ديالهم اليوم، المنظر ديالهم كيجي رائع والمذاق ديالهم كيجي اروع. كنصحكم البنات انكم تجربوا هاد الوصفات، راه ساهلين هاد الشلايض هادو، مكياخدوش منكم وقت كبير، وفي نفس الوقت كتحصلوا على ثلاثة د الانواع ديال الشلايض. الا عجبتكم الفكره ديالي اولا عندكم عليها شي تعليق ممكن انكم تخليو لي كومونتير. ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.